republics of Iraq in which comes all beside Gels in Arabic Baghdad, English Baghdad, Dobri Otto, Dobri Din, Dobri Fido, Bonsoir, Bonjour, good morning. تسجيل حاضر الله يساعدك عيني أنا سنان عراقي تركت العراق بال 91 كاتب وطالب برا جاي نسوي فيلم وثائقي عن الوضع هسه نعم من وجهة نظر العراقيين نعم من مختلف الطبقات والطوائف وكذا احتلال بس من غصبا علينا لأن الدكتاتور سقطه من غصبا علينا احنا الاحتلال ما راضين بالاحتلال فأني أشوف الدبابة الأمريكية أو المدرعة الأمريكية تمشي بالشارع كأنه تمشي على قلبي أني شخصيا وكثير من العراقيين نفس الشيء حتى العرب هاي الدول العربية ما تاكلها قاعد تتفرج علينا شو حصل من عندهم فبس أريد لقاء بسيط وياك يعني تحكي براحتك بي على رأيك ومشاعرك بالوضع بالصدام بالعقوبات بالحرب بالجنود هاي شلون كي ها؟ مساعد له هون يلا يلا خلص بغداد لا أهوى سواك مدينة وما لي عن أم العراق وما لي عن أم العراق العراق وما لي عن أم العراق بديل أبغداد لا أهوى سواك مدينة الشعب العراقي الشعب العراقي هذا شعب يعني ما أدري مع الأسف حمل جريرة ظلم الكرة الأرضية كلها زين 35 سنة صار هذا الشعب يضرب ويضرب ويضرب وتحت المطرقة وماكو ما سمعنا صوت نادى بحقوقه ولا محفل أممي واجتماعي وإنساني. So actually we are traumatized and those who have returned back from abroad are traumatized as well. They have been traumatized before leaving the country and they have been traumatized when they have returned to the country. It's like a Frankenstein, that's what I've been thinking. You know, this country has been chopped up by dictatorship and then by sanctions and by war and now by occupation and now it's stitched together in a very haphazard and ugly way. And it's, you know, I don't know. مالي شغل بالسوق مريت اشوفك مالي شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان حفنا سنين واروح على شوفك عطشان حفنا سنين واروح على شوفك صار لنا ست اشهر قاعدين ست اشهر لا شغل ولا عمل هاي بس شوارع نروح ونرجع فن خلي عزلوا يعني حتى الكهرباء كانت مزربل هسه يعني فن هو يعني نتمنى احنا نتحسن شعارنا أم عربية واحدة ذات رسالة خالدة أعدادنا واحدة هرية اشتراكية شعارنا أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة أهدافنا واحدة هرية اشتراكية نعم نعم للإسلام نعم نعم للإسلام نعم نعم للحرية نعم نعم للحرية شو سوى ذا الدولة؟ كل الفنانين أخذوا 20 دولار أجي أنا وكارلو هارتيون وحسين التكريكي ذولا من كبار المخرجين نوقف سرة دي طلع 20 دولار تعالوا باكر نرجع باكر تعالوا قلت له ما اريد العيش على الذل ما اريد العيش على الذل ورحت ولحد الان ما ماخذ فلس انا من
من أي واحد. And for the deputies, Saddam, I said from here and from here to the toilet, I paid for him a cottage and toilet. That his photo is here. This is a nation of people who are all traumatized, and you know, I, as a writer and just as a person who's connected to this place, think that we need to go back and talk about it and, you know, relive that past somehow. It's like a victim has to go back to what they call the primal scene. People need to go back and relive the moment in order to be able to transcend it, if at all possible. Like every other street we're going through, this street used to be a model street. I mean, if you tell Rumsfeld about this, he'll say, this is, you know, this is what happens in Chicago after the Bulls win the NBA. Except we didn't win the NBA. قول حزبك فهد ما مات باقي للابد ديمقراطيه والسلام رايح للحزب خدني نار المعركه ذبني of the machine. At least 800,000 soldiers dead. All during the war when Saddam was the sweetheart of the United States. What is this? Can I ask you a question, sir? This is very respectful for those people, actually, huh? What is that? That's a parking space, huh? And these are the names of people who died, right? سياسة وهذه مصالح ومصلحة أمريكا فوق الكل وكلها أكاذيب. بس الشعب بعده مغلوب على أمره لأنه صدام دمر كل شيء، حتى قتل بي الروح قتلها بي. يعني أبدا ما متفائل بوجود الأمريكان، وبالعكس أنا أحب الشعب الأمريكي. شعب الله سبحانه عز وجل خلق الناس كلها، وخلقنا نحب واحد يحب الآخر، مؤمن جدا بالسلام، مؤمن جدا بالحب، لكن أبدا ما مؤمن بوجود الأمريكان. وجود الأمريكان يشكل ضرر على العراق وعلى البلدان المجاورة، ويحاول يخلق فت قاعدة، والمستقبل القريب هو اللي راح ينبئ لكم الكثير أنه الأمريكان وجودهم كان جريمة بحق المنطقة، منطقة الشرق الأوسط كلها، واللي أوجدها صدام.
السيد بوش تشذب علينا يقول لك انا خلي العراق احسن شيء مو وين العراق اول شيء لا جاب الامان لا جاب الثقل لا جاب البشريه هذول كلهم قاعدين على طالب الطالب قطع رزق العالم لا كهرباء لا مي لا سيارات تسليب بالشارع نهب اي واحد يطلع هو عند المغرب اتحداه او يطلع بسياره نظيفه اتحداه غاز ماكو بنزين غاز ماكو بنزين ماكو غاز ماكو نفط ماكو زين وين الامان الجابه والله يا صدام يعني ما ادري ايش يريد اقول لك يعني هو الاذى تعامل ويا كل دول العالم ضد هالشعب هذا تعامل ويا امريكا تعامل ويا بريطانيا تعامل ويا فرنسا تعامل ويا الاتحاد السوفيتي تعامل جميع البلدان العالم ضد هذا البلد The whole problem is not to be hostage to the Saddam US binary because it's not a binary that is the crux of everything that's why these people like The poet Ali Zaidi, the old man, and the hotel manager and all that, this is what it's all about. That these people who've suffered so much under Saddam do not hesitate one moment in telling you how painful it is for them to see an American tank come in. تواصل علينا مدة 35 سنة أفقدنا توازننا إحنا بشر إحنا كائن يتخبط في كتلة من الأعصاب حتمية ازدواجية هذه الأعصاب يعني تقدر تقول إحنا هسه الشعب هذا مزدوج ليش؟ لأنه فقدنا توازننا شو نسوي؟ ضغط 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 أي بارقة أمل حتى لو قشة في هالفضم هذا ممكن نتشلب بيها إحنا فقدنا توازننا زين فأي شيء حتى لو تكون من العدو من الشيطان من العدو من الشيطان المهم نريد شيء يضمن لنا استقرارنا وتوازننا ماكو بديل خيار ما عندنا خيار نضع ايدينا بيد الشيطان من اجل يمكن ان يركننا شويه او يرفع شويه بينا احنا نعرف كل شيء المجلس لا يمثل سياسي الداخل بل مثل المعارضة الخارجية ومعارضي الخارج وهؤلاء ناس تمتعوا بحياة تختلف عما عاناه الداخل بالنسبة للمثقفين والأدباء والسياسيين. بس أتأمل إنه يتشكل يعني شيء يمثلنا إحنا صدق مو مجرد وعود أو يريدون بس يوصلون للحكم. Our hopes are this is the last war that the Americans can do all over the world. This new world order that they have imposed on everybody where their single goal is to be the single policeman in the world has to end right away. We have given very big losses, especially the women and the children. It doesn't need to happen again. راح التلميذ يجي الأستاذ هذا الحج راح التلميذ يجي الأستاذ هذا ملخص ما مفيد الشعب هو الضحية ترصاد دام هيلو طش في لولاي